أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم منشئة الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشئتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي الكاتب الصحفي دكتور حمد الجدعي. حياك الله معنا. يا أهلا أستاذ سعود، الله يحييك. إذن مشاهدينا نبدأ معكم جولتنا من جريدة الوسط، وفيها نقرأ: سمو الأمير وسمو ولي العهد يستقبلان وزير العدل والنائب العام ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة الأوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وزير العدل والنائب العام قدما لسمو المحامين العامين الجديدين. ومن جريدة السياسة نقرأ: الباب المفتوح، سياسة حكومية بتوجيهات سامية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة وتحسين الخدمات. الحكومة أطلقت خدمة تواصل عبر تطبيق سهل، وتشمل 43 جهة حكومية لتوفير فرصة لحل المشاكل والشكاوى بسرعة وكفاءة. رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي: الانعكاس الأبرز لهذه السياسة هو الارتقاء بالخدمات الحكومية وإشاعة الرضا بين المواطنين. إذن هناك توجيهات سامية باتباع سياسة الباب المفتوح في الجهات الحكومية، ورأيناها بتطبيق سهل في خدمة تواصل. كيف ترى هذا النهج والهدف منه؟ نعم، يعني أستاذ سعود، ما في شك يعني أن مثل هذه الخدمات يعني لها دور كبير في بناء الثقة بين المواطن وبين الحكومة والجهات الحكومية والمسؤولين في الدولة، وأيضا يعني تعزز مستوى يعني المستوى الخدمات المقدمة ومستوى الشفافية اللي تقدمها الحكومة في خدماتها. يعني مثل هذه السياسات، سياسة الباب المفتوح اللي يستطيع المواطن أن يتواصل مع أي مسؤول في الدولة من خلال تواصل في برنامج سهل، يعني انعكاساتها مو بس على المواطن نفسه، يعني مو بس المواطن نفسه هو اللي راح يستفيد من هذه الخدمة، حتى الحكومة نفسها وحتى مسؤولين ووزارات الدولة نفسها باعتقاد انها راح تستفيد من هذه الخدمة لما يكتشف الخلل في الوزارة. نعم. لما يكتشف الخلل في الوزارة، لما يستقبل شكاوى في يعني موضوع معين، ويعني حتى يعني يعرف وين الخلل، يعرف وين المشكلات اللي قاعد تواجهها يعني وزارتها او الإدارة الحكومية، وبالتالي يعني يقوم معالجتها بشكل اسرع. يعني اكيد مثل هذه الخدمات يعني اللي حتى تطبيقها يخضع الى نظام حوكمة وشفافية ونظام مراقبة حكومية، لما يكون في طرف ثالث هو اللي يستقبل هذه يعني الطلبات لمقابلة مسؤولين او يستقبل الشكوات مثل تطبيق سهل، ما في شك أنه أكيد يعني راح يكون هو الطرف اللي يتحكم في هذه الإحصائيات والنسب، ويكشف يعني الكثير من النظام التقليدي القائم على البيروقراطية، واللي يعني توصل الوزارة وتقدم شكوى وما تدري بعدين شنو مصير هذه الشكوى، ولا عندك أي إحصائية أصلا بنظام الشكاوى و يعني الطلبات من المواطنين. ما في شك يعني أنها خطوة مستحقة، خطوة نتمنى استمرارها وتطويرها في لجميع وزارات الدولة. نعم. نذهب معك إلى جريدة القبس ونقرأ فيها: الداخلية تشن حملات تفتيشية على مخالفي الإقامة في كل المحافظات. الحملات تنفذ بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية وإشراف وكيل الوزارة. على الجميع عدم التستر أو إيواء أي مخالف تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون. إذن حملات التفتيشية بدأتها وزارة الداخلية في كل المحافظات على مخالفي الإقامة بعد إعطائهم مهلة طويلة لتعديل أوضاعهم، وطبعا بتوجيهات مباشرة من معالي وزير الداخلية. كيف ترى تعامل وزارة الداخلية مع هذا الملف تحديدا؟ يعني هذا الملف باعتقادي أنه من أهم الملفات يعني الحالية اللي تتولاها حكومة الكويت اليوم ملف مخالفين الإقامة، ملف مرتبط بالأمن الداخلي ومرتبط يعني حتى الأمن الخارجي. ما في شك أن اليوم البلد فيها الكثير من مخالفين لقانون الإقامة والكثير من العمالة الهامشية اللي يعني تترس
حتى زحفت إلى المناطق السكنية، مناطق السكن الخاص. وزارة الداخلية أعطت مهلة، يعني مهلة كبيرة، يعني من شهر 3 تقريبا إلى شهر 7، يعني مهلة 4 شهور لتعديل الوضع. وحتى كرما يعني على المخالفين، تعال وقدم يعني أوراقك ونبعدك من البلاد بدون أنك ما ترجع مرة ثانية، تستطيع رجوعك أنك تعود مرة أخرى، تعود مرة أخرى وتعمل بشكل نظامي. انتهت المهلة، اليوم انطلقت الحملات الأمنية اللي نأمل أنها تستمر بشكل متواصل، يعني أنه ما يكون يعني حملة إعلامية أكثر منها أمنية. يعني بالتالي المخالف إذا علم أن هناك حملة بكرة ولا بعد بكرة سيتورع عن الأنظار، راح يتورع عن الأنظار ويرجع مرة ثانية يطلع. لذلك يعني نتمنى أن تكون الحملات مفاجئة، نتمنى أن تكون الحملات مستمرة، يعني حتى يتم علاج هذا الملف، ويعني الحد مبدئيا الحد من العمالة الهامشية في البلد. نعم، نذهب إلى جريدة الأنباء ونطالع فيها. المشعان، انتهاء أعمال التطوير والصيانة في مشروع دروازة العبد الرزاق بالقريب العاجل. سير الأعمال وفق الجدول الزمني دليل على التفاني في العمل. المحري، جهود الوزيرة تصب في تنفيذ جميع أعمال النفق بالموعد المحدد وعودة الدروازة إلى الحياة مرة أخرى. نذهب إلى جريدة الجريدة وفيها نقرأ. العوضي، مستشفى الولادة الجديد إضافة نوعية إلى نظام الرعاية الصحية. وزير الصحة تفقد المشروع لمتابعة وضمان جاهزية تشغيله وفق أعلى المعايير العالمية. يقام على مساحة 65 ألف متر مربع وصمم وفق أحدث المعايير العالمية في التشخيص والعلاج. طاقته الاستيعابية 789 سريرا ويضم 59 غرفة ولادة و28 للعمليات و81 عيادة. ونختم جولتنا بالصحف المحلية بهذا الخبر من الراية. الكهرباء تعلن عن جهوزيتها لإيصال التيار ل 639 قسيمة في المطلع. وتفصيلا، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن جهوزيتها لاستقبال طلبات إيصال التيار ل 639 قسيمة في مدينة المطلع السكنية، وتحديدا في أجزاء من قطعة رقم 1 بالضاحية N4. وأشارت الوزارة في بيان إلى إطلاقها التيار في المنطقة المذكورة، لافتة إلى جهوزية الوزارة لإيصال التيار للقسائم من رقم 1 إلى 381 ومن القسيمة 459 إلى القسيمة رقم 716. مشاهدينا، ماشية الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل. نتجوياكم إلى الصحف العربية والعالمية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى قراءة تحليلية لأبرز ماشيتات الصحف العربية والعالمية، وبدايتها من الأيام التي تعنون: إسرائيل تفرج عن 54 معتقلا بينهم مدير مستشفى الشفاء. قالت صحيفة الأيام البحرينية أن إسرائيل أفرجت عن 54 أسيرا من غزة بسبب الاكتظاظ في سجونها، مشيرة إلى أن من بين من أفرج عنهم مدير مستشفى الشفاء الدكتور محمد أبو سليمة، الذي كانت قد اعتقلته القوات الإسرائيلية عقب سيطرتها على المجمع الطبي. وول ستريت تعنون: المسلحون في غزة يعيدون تجميع صفوفهم ويعيدون تسليح أنفسهم، مما يزيد من خطر نشوب حرب طويلة. نقلت صحيفة وول ستريت الأمريكية عن حركة الجهات الفلسطينية قولها أنها أطلقت واحدة من أكبر قذائف الصواريخ باتجاه إسرائيل منذ أشهر، فيما اشتبكت القوات الإسرائيلية من جديد مع مقاتلي حماس في أحد أحياء مدينة غزة، ما يشير إلى أن الصراع يهدد بالتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد مع إعادة المسلحين تجميع صفوفهم وإعادة تسليحهم. في الدستور نقرأ: 43 شهيدا بثلاث مجازر يرتكبها الاحتلال بغزة
في يوم. نقلت صحيفة الدستور الأردنية عن وزارة الصحة بغزة قولها إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 43 شهيدا و111 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن هناك عددا غير محدد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، لافتة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 37,877 شهيدا ونحو 87,000 مصاب. إذن تسريب المعلومات عسكرية إسرائيلية تشير إلى قرب انتهاء العدوان الإسرائيلي بشكله الحالي خلال 10 أيام تقريبا، فهل لذلك علاقة برأيك من المبادرة الأمريكية لحلحلة الوضع التي ذكرها الإدارة الأمريكية على 3 مراحل؟ يعني فعلا هو في تقديرات عبرية وتسريبات بأن الحرب خلال 10 أيام المقبلة سوف تنتهي وسوف ننتقل إلى مرحلة المفاوضات مع حركة حماس، وهذا ما أثار ردة فعل وزير الأمن القومي بن غفير لما أعلن أن إذا توقفت الحرب سوف أتقدم بالاستقالة ولن أشارك في هذه الحكومة، وهذا يعني قد يكون تأكيد ضمني لجدية المعلومات المسربة عن التوقف. لكن الأكيد أستاذ سعود، الأكيد أن الخلافات في الحكومة الإسرائيلية تعمقت بشكل كبير وصارت يعني اليوم وكأننا نتعامل مع أكثر من حكومة في الكيان الصهيوني. يعني لما يتم إطلاق سراح سجناء ومن بينهم رئيس المركز الشفاء الطبي، وتأتي ردة فعل يعني من مكتب نتنياهو يصرح ويقول أن هناك التماس تقدم إلى المحكمة العليا ونتيجة هذا الالتماس تم إطلاق سراح يعني هؤلاء السجناء، وفي نفس الوقت يصرح الشباك بأن سبب إطلاق سراح السجناء هو اكتظاظ وعدم وجود يعني أماكن لهم في السجن، وبنفس الوقت يصرح بن غفير ويقول أن وهو يعني بالمناسبة بن غفير مسؤول المباشر عن الشباك، يعني هو وزير الأمن القومي، هناك تخبط لا يعلم عن عملية إطلاق السراح، ويقول أن هذا يعني خطأ جسيم أو انهيار لأمني بسبب إطلاق سراح. ما في شكل نتعامل مع أكثر من حكومة اليوم وكأن دولة الاحتلال تسير بلا خطة، عندما تنعدم الخطة وعندما تتعمق هذه الخلافات أكيد يعني مثل ما قلت أن الخيار أو الخطة الأمريكية اللي المكونة من 3 مراحل ستكون هي البديل بكل تأكيد. نذهب إلى اليوم 7 و عنوان آخر، ملف آخر أيضا نتحدث عنه. الجيش السوداني يعلن استمرار القتال ضد الدعم السريع في مدينة سنجة، وعناوين فرعية جاء فيها: الاشتباكات أدت لموجات نزوح عالية متواصلة مع استمرار الانتهاكات ضد الفارين. نائب رئيس مجلس السيادة يحذر من مخاطر انهيار السودان على المنطقة. وتفصيلا نقلت صحيفة اليوم 7 المصرية إن الجيش السوداني أعلن أن قواته لا تزال تقاتل الدعم السريع في مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار ومتمسكة بمواقعها. وفي المقابل أفاد سودانيون فارون من سنجة بأن قوات الدعم السريع ما تزال تنتشر في المنطقة بأعداد كبيرة، وأقامت نقاط تفتيشية عديدة على الطريق القومي وصولا إلى بلدة أبو حجار في الاتجاه الجنوبي، وأيضا نقاط على الطريق المؤدي إلى مدينة سنار في الاتجاه الشمالي. وتيرة الحرب في السودان للأسف لا زالت مستمرة وتشتد، فهل تعتقد أنه لم يعد هناك حلا للقضية الحرب الأهلية داخل في السودان لإحلال السلام ووقف هذه الحرب؟ يعني الصراع في السودان ما في شك أنه تعمق وتعقد بشكل كبير، وكلما زاد مدة هذا الصراع كلما زاد تدخل الأطراف الخارجية، لأن طبيعي أن راح يكون في هناك أطراف خارجية ودول خارجية وحتى جماعات خارجية لها مصالح في السودان، فتتدخل لحماية مصالحها ويزيد من تعمق الجرح السوداني وهذا الصراع. ولكن يعني اليوم هذا الصراع اللي شبه منسي
ما في شك أن أمام كارثة يعني إنسانية قد تكون الأكبر على العالم. يعني اليوم نتكلم عن تقارير ومنظمات للأمن الغذائي تحدث عن المجاعة تؤكد أن هناك أكثر من 750 ألف سوداني يعانون من الجوع الحاد، والجوع الحاد يعني الموت البطيء، وأكثر من 14 بلدة تعاني من سوء تغذية وإقبال على مجاعة. أستاذ سعود، يعني المجاعة مثل الفيروس، يعني مثل الوباء، تنتقل من منطقة إلى منطقة ولا يمكن السيطرة عليها. على الرغم أن السودان هي رئة الوطن العربي من ناحية الغذائية ومن ناحية الزراعية، هي سلة الشرق الأوسط الغذائية. يعني السودان بإمكانها أن تغذي الشرق الأوسط كاملا بالأمن الغذائي، ويعني لكن دولة غنية، دولة غنية بالذهب، ولكن نعم اليوم تعاني من مجاعة بسبب هذا الصراع. لكن يعني رغم سوداوية المشهد في السودان، إلا أن يعني دائما ما يكون هناك نقطة ضوء في نهاية النفق. يعني الأسبوع المقبل راح تكون في مؤتمر للقوى السياسية والقوى المدنية في السودانية في القاهرة. يعني نتمنى أن يخرج هذا المؤتمر برؤية لإنهاء الصراع. نعم، نذهب إلى الوطن التي تعنون مشاهدينا فوز اليمين المتطرف في فرنسا بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية. قالت صحيفة الوطن العمانية أن فرنسا تدخل أسبوعا حاسما من التجاذبات السياسية بعد الجولة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية تصدرها اليمين المتطرف بفارق كبير، مقتربا أكثر من أي وقت مضى من أبواب السلطة. وفي نفس السياق، الشرق الأوسط تعنون تضافر دعوات لمنع اليمين المتطرف من الوصول للحكم في فرنسا. قالت صحيفة الشرق الأوسط أن النتيجة المباشرة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مثلثة الأضلع، أولها ضعفه السياسي للفترة المتبقية له من ولايته الثانية 3 سنوات في الداخل والخارج، وثانيها بدء انفضاض كبار الشخصيات التي سارت إلى جانبه منذ العام 2017، وها هي لا تتردد في إبراز تمايزها عنه أو حتى استقلاليتها بمن في ذلك رئيس حكومته جابرييل أتال. أما ثالثها فاحتمال اضطراره إلى الاستقالة رغم تأكيد بأنه باق في منصبه حتى آخر يوم من ولايته. لكن وصول 3 مجموعات متناحرة إلى البرلمان والفشل في تشكيل حكومة مستقرة تدير شؤون البلاد وعجزها عن حل البرلمان مرة ثانية قبل مرور عام كامل، كل ذلك قد يضعه في وضع حيث استقالة تشكل المخرج الوحيد من الطريق المسدود التي وصلت إليها البلاد. تحليلك لما يجري حاليا في فرنسا وكيف سيؤثر نتيجة الانتخابات الأولية في صعود اليمين المتطرف على وضع المهاجرين وعلاقات باريس بباقي دول أوروبا؟ يعني هي هذه الجولة الأولى اللي تقدم فيها اليمين المتطرف بشكل ملحوظ بنسبة تجاوزت 30% أو 34% تقريبا، لكن الأمور لم تحسن بعد. يعني في جولة الأسبوع المقبل، يعني هي الجولة الحاسمة اللي راح يعني راح يكون فيها، ما في شك راح يكون فيها تحالفات علنية وتحالفات من تحت الطاولة، واللي العلنية ظهرت الآن يعني ما بين حزب الماكرونيين وحزب اليسار اللي جاء يعني حقق نتائج كبيرة. نعم، يعني جاء في المركز الثاني، وبالتالي يعني ماكرون قفز إلى الأمام في هذه الانتخابات وحل المجلس، راهن على أمور كثيرة منها على الأقل نسبة المشاركة في الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي، ولكن يبدو أن رهاناتها كلها خاسرة. يعني أعتقد أن اليمين المتطرف حاليا يعيش نشوة انتصار مؤقتة حتى الجولة المقبلة اللي راح تكون فيها كثير من التحالفات. نعم،
ليبراسيون مشاهدينا تعنون التاريخ سيحكم على ماكرون بقسوة شديدة، لكنه سيحكم علينا أيضا إذا تركنا فرنسا لحزب عنصري. في حوار لها مع الكاتبة الحائزة على جائزة نوبل في الأدب لعام 2022 آني إرنو، وهي شخصية يسارية فكرية ومناضلة دعمت جان لوك ميلينشون خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن إرنو تراجع نتيجة حزب الجبهة الوطنية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية وتدعو إلى هجوم جمهوري في 7 يوليو الجاري. وأضافت الصحيفة بأن الكاتبة حثت جميع الفرنسيين على منع اليمين المتطرف. نعود إلى موضوع فرنسا، كيف يبدو مستقبل ماكرون في ظل تقدم أقصى اليمين وتراجع أيضا التحالف الرئاسي برأيك؟ يعني ماكرون هو باقي في السلطة حتى لو نجح اليمين المتطرف وسيطر على التشكيل الحكومي، هو باقي في السلطة لثلاث سنوات مقبلة يعني. ولكن ما في شك أنه راح يكون يعني ماكرون أضعف بكثير من السابق، قد يبدأ في عقد تحالفات مع اليسار ومع حتى اليمين يعمل موازنات في المرحلة المقبلة، ولكن بكل تأكيد لن يكون ماكرون ما قبل الانتخابات التشريعية. نعم. ومن فرنسا نذهب معكم مع سادة المشاهدين إلى بريطانيا، ومن صحيفة عكا تطالعنا بهذا العنوان: هزيمة تاريخية متوقعة للمحافظين في انتخابات بريطانيا الخميس. قالت صحيفة عكاظ السعودية أن الناخبين في بريطانيا يتوجهون الخميس المقبل إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة، إذ يتوقع على نطاق واسع بحسب نتائج استطلاعات الرأي أن يمنى حزب المحافظين الحاكم بهزيمة ثقيلة ليتولى حزب العمال السلطة بزعامة سير كير ستارمر، وذلك في أول عودة للعمال إلى الحكم منذ 14 عاما. ويرى مراقبون أن مجيء العمال إلى السلطة قد يؤدي إلى اتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكن قادة حزب العمال شددوا على أنهم لن يفتحوا جروح معارك بريكسيت، فيما تزايد غضب الناخبين على المحافظين جراء التضخم المرتفع وغلاء المعيشة وتهاوي الشركات وإفلاس عدد كبير منها. إذن نذهب إلى بريطانيا، هناك انتخابات أخرى يعني الخميس المقبل، هل تتوقع نتائج تعيد بريطانيا إلى الحاضنة الأوروبية مرة أخرى؟ يعني أعتقد أن سنوات من الصدام بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليس من السهل أن يأتي حزب جديد ويفتح هذا الباب المليء بالأمور المعقدة والخلافات والصدامات بكل سهولة أكيد. ولكن يعني من المتوقع أو المرجح أن يعني يتم تخفيف بعض الإجراءات للشركات مثل نقل البضائع والجمارك والتعرف الجمركية اللي تخدم بريطانيا بشكل مباشر، وبالتالي الاتحاد الأوروبي قطعا سيطالب بتسهيل أيضا إجراءات تنقل المسافرين وبعض المطالب الأوروبية. لكن العودة الكاملة للحاضنة الأوروبية مستبعد، خصوصا في ظل يمين متصاعد بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا، وبدل الاتحاد الأوروبي أضعف من السابق يعني. نذهب إلى إندبندنت التي تعنون: المحكمة العليا تمنح دونالد ترامب بعض الحصانة من الملاحقة القضائية مما يزيد من تأخير محاكمته 6 يناير. قامت الصحيفة إندبندنت البريطانية أن المحكمة العليا الأمريكية قضت بأن دونالد ترامب يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية بسبب الأفعال الرسمية التي قام بها خلال فترة رئاسته، ولكن ليس الأفعال غير الرسمية، مضيفة بأنه سيكون للحكم تأثير كبير على القضايا المرتبطة بمحاولاته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. البيان تعنون: الجيش الأمريكي يزيد من حالة التأهب الأمني في قواعده الأوروبية. قالت صحيفة البيان الإماراتية أن الجيش الأمريكي رفع إجراءات الحماية الأمنية التي يتخذها في قواعده في جميع أنحاء أوروبا، وطلب من أعضاء الخدمة أن يكونوا أكثر يقظة وأن يبتعدوا عن الأضواء بسبب مجموعة من التهديدات التي يراها في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن القيادة الأمريكية الأوروبية قولها: إن مجموعة متنوعة من العوامل تلعب دورا
في سلامة المجتمع العسكري الأمريكي في الخارج، مضيفة أن زيادة مستوى التهديد لمستوى تشارلي هو نتيجة لمجموعة من الأحداث التي تحدث في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك الانتخابات في فرنسا والمملكة المتحدة والألعاب الأولمبية المقبلة وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى والحروب المستعرة في أوكرانيا وغزة. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ما قال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. المقال من صحيفة الشرق الأوسط للكاتب مأمون فندي تحت عنوان هل ينقسم الحزب الديمقراطي؟ جاء فيه أن أداء المرشح الرئاسي جو بايدن ضد منافسه دونالد ترامب في أول مناظرة رئاسية لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 لم يكن فقط مخيبا للأمال الديمقراطيين فحسب، بل أشعل حريقا في أروقة الحزب وفي البيت الأبيض لا يمكن إخماده إلا بتخلي بايدن عن فكرة الترشح أو إعادة تأهيله إعلاميا فيما تبقى من الوقت. واللافت هذه المرة هو أن مجلس التحرير جريدة كبرى مثل نيويورك تايمز تطالب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بعدم الترشح، ورأي نيويورك تايمز له اعتبار كبير في الولايات المتحدة وعلى كبار رؤوس الحزبين وعلى الطبقة السياسية والثقافية عامة. الواشنطن بوست بدورها نشرت ما سمته الخيارات العشرة إذا ما تنحى بايدن جانبا وآثر مصلحة الحزب وأجندته على حساب مجده الشخصي. ومع ذلك وفي تقدير النهائي رغم الضجة الحالية إلا أن منطق السياسة الأمريكية سيحاول المحافظة على تماسك الحزب ويبقى بايدن على أجهزة التنفس الاصطناعي سياسيا على أمل أن الأمريكان لن يختاروا شخصا مدانا رئيسا لبلادهم. فهل تنجح هذه الخطة؟ رأيي الشخصي يمكن هذا، ولكن قد تكون الأيام المقبلة الكلمة النهائية والقول الفصل. مشاهدينا، إلى الكاريكاتير بعد هذا الفصل. الكاريكاتير من صحيفة القدس العربي نشاهده مع ضيفي الدكتور حمد الجدعي وتحت عنوان الأمل، وتعليقك على هذا الكاريكاتير دكتور. يعني قد يكون الأمل يعني هو الذخيرة الوحيدة للشعب الفلسطيني اللي يقاتل فيها اليأس والحالة السائدة في فلسطين. يعني ما في شك صورة معبرة، ويعني في إشارة إلى أن يعني تزرعون صاروخ ونزرع أربع شمعات لإحياء الأمل. يعني نتمنى أن تنتهي هذه الحالة في غزة وأن تكون العشر أيام المقبلة يعني مبشرة وتتوقف الحرب في غزة. نعم، بهذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفي، كان معي الكاتب الصحفي دكتور حمد الجدعي، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم أستاذ سعود. إذن مشاهدينا نلتقيكم غدا في نفس التوقيت، في أمان الله.